مدينة الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. يمكن عدد كبير من الآباء يتعرض في بعض المواقف لأن ابن صغير أو بنته تطرح عليه بعض الأسئلة اللي بيكون إجابتها صعبة على فهمه، أو يعني غير مناسبة لتفكيره، أو مش هيقدر يستوعبها بشكل مناسب، خاصة في مرحلة سنية مبكرة. والأمر دوت بعض الآباء ما بيكونش عارف يتعامل إزاي مع هذا الموقف. الأسئلة دي قد تكون متعلقة بالدين، قد تكون متعلقة بالحياة بشكل عام، قد تكون متعلقة بالعلاقات الأسرية وغيرها من مختلف الأمور اللي ممكن الأطفال يكونوا بيسألوا فيها وبيدوروا عن إجابات ليها، ولكن يعني الأب أو الأم بيكونوا واقفين لا حول لهم ولا قوة وسط هذه الأسئلة، وما بيكونوش عارفين إزاي يتعاملوا في هذا الموقف. احنا بيشرفنا ان يكون معانا الاستاذ شريف شحاته، الداعيه الاسلامي، للحديث عن هذا الامر وكيفيه التعامل مع الاطفال والاجابه على الاسئله الخاصه بهم. استاذ شريف، انا برحب بحضرتك معانا على شاشه التلفزيون اهلا اليوم السبت. اهلا وسهلا في حضرتك، يا رب تكونوا بخير وكل سنه والامه كلها بخير في الشهر الجميل اللي احنا فيه. اهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. وبدايه بقى يعني بدايه الموضوع عن الأطفال، إزاي نقدر إن إحنا نجاوب على الأسئلة المتعلقة مثلا بالدين؟ يعني في كتير من الأسئلة بتكون متعلقة بالدين، يعني زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى كيف بدأ الخلق، أو أمور أخرى يعني الأطفال بيطرحوها، وبنفاجئ أو بنفاجأ من طرح هذا السؤال، خاصة لما يكون من طفل صغير لم يتعدى السنوات القليلة. نعم، فإزاي نتعامل مع هذه طبعا الأسئلة؟ تفضل استاذ شريف معك. طبعا بداية أنا يعني بحييك على طرح الموضوع ده، لأنه من الموضوعات المهمة جدا. وللأسف إحنا الأهالي فعلا اللي بيعانوا من الأسئلة دي، لأنه بيوصل لمرحلة إنه مش عارف يجاوب منين أو يعمل إيه. إضافة إلى لا نغفل دور السوشيال ميديا، وانا هنا مش بتكلم على الدور الايجابي، بتكلم على الدور السلبي للسوشيال. للاسف ان هي بتودي التفكير في الاطفال خاصه في السن الصغير لحاجات تانية كتيره، بتبدا بدل ما هي ترسخ عنده حاجات تثبت الفكره او المعلومه، لا بالعكس بتخلي الموضوع فيه قلق اكتر، بتخلي الموضوع مذبذب اكتر، وبيقلل الثقه في الاجابات اكتر. ففكره ان بدايه علشان احنا في الاول يعني احنا مش عايزين ننتظر لما يحصل مشكله او مرض وبعدين نقول العلاج فين او الحل، لا احنا عايزين من الاول نربي ولادنا او ناسس ولادنا من الاول، لان ده هيفرق كتير جدا جدا في اللي جاي. يعني دايما زي ما بنقول كده باللغه، اهم من الشغل تظبيط الشغل، صحيح اهم من الالات تشخيص العلاج، صحيح وهكذا. فبالتالي لازم في خطوات استباقيه الاول من الاهل، انها تعلم ولادها انه مش كل الاسئله اللي بتسال أسئلة صحيحة. يعني إحنا لازم نربيهم من الأول على إن في أسئلة تنفع وفي أسئلة ما تنفعش. في أسئلة ده سؤال صح إن إحنا نسأله، وده سؤال أصلاً السؤال نفسه غلط. وهكذا. يعني في فرق بين إن أنا أقول سؤال ينفع الجواب عليه، وفي سؤال نقول لا السؤال نفسه غلط فنعيد صياغة السؤال تاني، فالأمر يختلف. يعني الأمر هنا ليه بقى؟ لأن أنا أسسته من الأول إن هو يقبل ان في اسئله صح وفي اسئله غلط، السؤال نفسه غلط. احنا ممكن ان احنا نعلمه كده، فده هيسهل علينا في الاسئله الصعبه، نقول لا السؤال ده غلط، بس هو ممكن يبقى السؤال بالشكل ده، فيبقى عندنا اجابه ليه. ده كده البدايات. من حضرتك ذكرت ملمح سريع عشان برضو اطلق لحضرتك المجال لاسئله الاسره، بفكره هو مين خلق ربنا. صحيح وده سؤال دارج ومشهور ومنتشر جدا. الحقيقه الاجابه اولا هو السؤال نفسه غلط. صحيح فبالتالي احنا لما نيجي نجاوب عليه نقرب له المثل في الاجابه، يعني ما نجاوبش عليه اجابه فلسفيه او اجابه في العقيده صعبه فهيطلع منها بلا شيء، لا. احنا عايزين نقول له ايه؟ نقول له ان قوانين ربنا خلقنا بيها كناس مخلوقه، انما ربنا ليه قوانين خاصه بيه، لان ربنا هو اللي خلق. صحيح ونديله مثال. المثال اللي انا هقوله ده هتلاقي الموضوع اتحل بسرعه جدا. ايه هو المثال؟ اقول له مثلا هل نقدر نقول العيش ده مين اللي عمله؟ الخباز. يبقى العيش اللي عمله لنا او صنعه لنا الخباز. صحيح تمام؟
هل اقدر اقول مين اللي خبز الخباز ولا مين اللي خبز العيش؟ يبقى مين اللي خبز العيش يبقى الخباز، انما مين اللي خبز الخباز يبقى سؤال ايه؟ سؤال لا مش يجوز، صحيح. صحيح يبقى انما نقول مين اللي خلقنا ربنا؟ مين اللي خلق ربنا؟ يبقى سؤال مش صحيح. صحيح، لأنها يبقى قوانين لما أخرى غير بديله القوانين مثل اللي إحنا شبهه بنتعامل. بيبدأ يتقبله. نعم. طيب خلينا نروح لسؤال تاني متعلق بالسوشيال ميديا. يعني يمكن حضرتك ذكرت في إجابتك على السؤال الأول إن هذه الأسئلة قد يتعرض إليها الأطفال على مواقع السوشيال ميديا المختلفة والتي باتت منتشرة بشكل كبير. بعض الفيديوهات بقى المنتشرة على السوشيال ميديا بتحمل أفكار مغلوطة وأفكار متطرفة، كيف نحمي أبنائنا من هذه الأفكار ليكونوا هم حائط الصد الأول من تلقاء نفسهم تجاه هذه الأفكار؟ تمام، هو طبعا سؤال شائك جدا وسؤال تحس ان فيه خناقه كبيره قوي عشان يتحل، ولكن خلينا نتفق الاول مع البيرنت او الاهل اللي بيسمعونا دلوقتي على اجابه السؤال اللي عندك. انت حريص على حمايه ابنك وتعليمه وتبعده عن الكلام ده؟ لو الاجابه نعم يبقى نتقبل العلاج، حتى لو العلاج ده فيه شيء من القسوه. صحيح. يعني ايه شيء من القسوه؟ يعني شيء من الحرمان. احنا عندنا ازمه في التربيه يا استاذ احمد خطيره جدا. احنا بنعتبر ان التربيه او الولاد يحبوني لما كل ما يطلب حاجه اعملها، لما كل ما يتمنى حاجه انفذها، لما كل ما يحلم بحاجه البيها. هذا الكلام عاري تماما من الصحه فيما يتعلق بالتربيه الصحيحه. الحرمان جزء اساسي في التربيه، يعني لازم يكون جوه التربيه حرمان، لازم نعرفه ان مش كل حاجه متاحه، صحيح. مش كل حاجه تنفع، مش كل حاجه تطلبها تيجي. لازم اعلمه طبيعه الحياه، عشان كده الولد لما يتعلم ده او يبقى في جزء من الحياه فيها جانب حرمان في كذا او كذا بيطلع راجل، بيطلع او بتطلع البنت واعيه ان الحياه مش كل ما هو نحلم بيه موجود، لا. انما للاسف عايزين نلبي لهم كل طلباتهم حتى لو على حساب ديون اهلهم، لو على حساب ان والده يندان عشان يجيب له، طب صحيح. ما انا علمته ان كل حاجه متاحه، فهيسقط على الحياه بعد كده كلها. يبقى اولا نعترف ان في جزء من التربيه اسمه الحرمان الايجابي، بحرمه علشان اربيه، زي الدكتور اما بيحرمني من اكل معين علشان ده علاج، مش علشان يضايقني او مش علشان بيزعلني، لا ده علاج. ده رقم واحد. الحل هنا فين؟ في ثلاث كلمات. رقم واحد، لازم يرجع في بيوتنا تاني، في بيوتنا مره تانيه نجيب حد يحفظ ولادنا قران. لازم الولد قلبه يتميلي قران. لازم الولد قلبه او البنت قلبها ينشغل بربنا حتى لو 5 ايات في اليوم، لو 3 ايات. انا ما يعنينيش هنا الكم على فكره، انا يعنيني الكيف، ما يعنينيش كتير، عشان الولد عشان الاهل بيقصوا جدا جدا على اولاده انه يحفظه كم كبير جدا، فبالتالي بيكره العباده، بيكره القران، بيكره لا انا مش عايزه يقرا، انا عايزه يستمر ولو بالقليل. ده صحيح. هيشغل لنا القلب الفاضي. ده اول حل، يعني لو سمحت حفظ ولادك، ما شاء الله عندنا نشاط وزاره، لو قفلت دلوقتي مساجد رائع، صحيح. حفظ الاولاد لو كل يوم ايتين، لا بقول 5 ايات، 3 ايات بس يبقى مستمر، بس يبقى مكمل معانا. ده رقم واحد. رقم اتنين، ودي مهمه جدا، ان انا احكم له السوشيال ميديا. في برامج دلوقتي متابعه، في برامج متابعه اعرف ولادي بيتفرجوا على ايه، بيعملوا ايه من غير ما يعرفوا. انا محتاج افهم ده ومحتاج اعلم ولادي كده علشان انا ابقى متابع ولادي، واخد تليفونه بعد فتره اشوف عليه ايه، دخل على ايه، لان طبعا النهارده الانترنت بقى مفتوح، اي حاجه نتخيلها متاحه صحيح للكل. صحيح. فدي من الازمات. يبقى لازم احدد له وقت، وانا قلت ان العلاج ممكن يبقى موجع شويه بالنسبه له، بس اعرفه ان ده لمصلحته، وفي نفس الوقت ما تمشي الموضوع مطلق، لازم اعرفه ان انا بعمل ده لمصلحته، ولازم يبقى في وقت محدد، وفي نفس الوقت ابقى بتابع ايه اللي بيتفرج. رقم 3 وده مهم، اشغله على الموبايل او التاب اللي قاعد عليه، انت اشغله بحاجات حلوه. اشغله بمثلا طباب الجيم مثلا اللي بيبقى كلها عنف وضرب وحاجات كده. طيب ما احنا ممكن نشغله بحاجات تانيه برضه جيمز كويسه هتفيده بحاجه، مسابقات ممكن ياخد منها معلومه. يعني برضه حاول تلاقي له بدايل للالعاب اللي بيلعبها، بدايل لاستعمال الموبايل. وبرضه لازم نستعمل في مواقع طبعا بتعمل لي بلوك على الحاجات اللي مش كويسه، يعني مش اللينكات اللي فيها صور كذا
او الفيديوهات اللي فيها اباحيه او وللأسف الحاجات يعني اللي هي فيها حاجات فيها خلل ادبي. الحاجات دي برامج موجوده، لو سال لو دور على انترنت او على جوجل هيلاقيها موجوده، يعمل لاولاده بلوك على موبايلاته. للأسف يعني هي كمان أصبحت منتشرة بشكل ما على المواقع التي نعم كانت يعني بيفترض أنها آمنة في الماضي، يعني مواقع السوشيال ميديا والله يا بدون استاذ ذكر، مجد، يعني انا لا أصبحت ارى متاحة مواقع للأسف. امينه خالص. للأسف أستاذ شريف حاتة الداعية الإسلامي، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات. شكرا. يعني الحقيقة أستاذ شريف جاوبنا بشكل مبسط على كيفية التعامل بقى في هذه المواقف، ويمكن أهم جزئية تطرق إليها كانت في بداية حديثه لما أشار إلى أن التربية القويمة والسليمة منذ الصغر هي اللي بتحمي الطفل وبتكون لديه حائط صد ضد الأفكار المتطرفة والهدامة، وكمان بتوفر لي إجابات حتى ولو كانت إجابات بسيطة لكل ما يجول في خاطره. بشكركم في النهاية على حسن المتابعة، وانتظرونا لمزيد من التغطيات من شاشة تلفزيون اليوم السابع، وإلى اللقاء.